وصية للحموات، اسمعيني، وصية للحموات هي لما مرات ابنك تبقى حامل وتعبانة وموهومة في أول الحمل وهي عمالة تعيط وعمالة ترجع وما هي جديد عليها الأمر، ما تطمني يعني ليه لازم تسفهي وتصغري من قيمة مشاعرها إنها خايفة أو بترجع أو إن هي طالبة من زوجها الدعم أو تعالى معايا للدكتورة أو اعمل كذا. لا كل الناس كده، لا ما تتعوديش، لا عشان ما تتدلعيش، ما تسيبوها يعني ما تسيبيها، يعني انت زعلانه في ايه؟ ما تسيبيها تتداول، تسيبيها تعمل، وشاركيها مشاعرها. راحه تولد والطلق فيها لا لازم ما اعرفش نعمل ايه ونسوي ايه وكذا ولسه بدري عليك يا ستي، هي خايفه، هي ولدت قبل كده، انت ولدتي قبل كده وفاهمه، هي ما هيش فاهمه حاجه لسه. ما يعني ما تخليكي معاها بالراحة كده، يعني خليكي معاها وطمني مشاعرها لأن هي بتبقى في حالة هلع حقيقي، يعني خليكي معاها وطمنيها وقدري مشاعرها ومشاعر الخوف، ما تخافيش وهيبقى كويس، بس بالراحة. لعلمك بصي، شوف انت بتقولي اهو ده لسه بدري، ده لسه، ده انت لسه قدامك على الأقل بالخبر، بس تعالي عشان برضو تطمني، خلينا نروح يلا للدكتورة وأنا جاية معاكي، أو ما يعني بقى هتروحي ولا مش هتروحي، بس طمنيها. يعني يعني ايه يعني ايه الفكره انك انت تخوفيها او تسفهي او تصغري او ما تقدريش، ما هي مهيبره اصلا وهي خايفه خلقه. فنرجو ان احنا يعني نكون لطفاء في الامر ده ونبقى مع عباد ربنا يعني في لطف في التعامل ورحمه، لان الراحمون يرحمهم الله عز وجل. واما نرحم خلق الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا واياكم.